بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصراط على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاحداث متسارعة في ابو ظبي، كابتن حسين لبيب، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، رئيس أكبر قلعة رياضية في مصر، كل مرة بيحاول ياخد فيها قرارات عنترية، ما بيكونش حاسب للخطوة اللي جاية. يعني زي قرار الانسحاب من الدوري أمام الأهلي، حط مجموعة من الشروط المستحيل إنها تتحقق، وتراجع أمام جماهيره وأمام الجميع بعد انسحابه عن مباراة النادي الأهلي، ولم يكمل مشوار الانسحاب بعد ما الراجل فاق وعرف إن طلباته استحالة يتحقق منها أي شرط. كابتن حسين لبيب بعد حبس ثلاثي نادي الزمالك، الراجل قال لك بس هنعمل شوية الألباندا، شغل الفهلوة، ها هنخش نضرب كرسي في الكلوب، هنهدد الامارات او مجلس ابو ظبي او اللجنة المنظمة للبطولة ان لو ما خدناش عيالنا واحنا ماشيين من الاسم مش هنكمل البطولة. كما يظن الكابتن حسين لبيب للوهلة الاولى ان الامارات هتخاف وتقول يم 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 خاف يعيد، وإن الإمارات أو اللجنة المنظمة هتخاف على الحدث. ولكن الإمارات واللجنة المنظمة رأت إن الأهم والأولى في كل ده هو النظام، هو القانون اللي ما ينفعش ندوس عليه لمجرد إن وافد أو ضيف يهددنا في بلدنا إنه مش هيلعب مباراة. ولم يستجب أحد للكابتن حسين لبيب وكأن شيئا لم يكن، فاضطر حسين لبيب أمام تمسك دولة الإمارات العربية الشقيقة بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، اضطر حسين لبيب لنزول بيان لتوجيه الشكر لدولة الإمارات شعبا وقيادة وجيشا وشرطة وكل شيء. وتغافل حسين لبيب قاصدا متعمدا انه ما يعتذرش لدولة الإمارات او للجنة المنظمة عن الحدث، في نوع من انواع الكبر والتكبر. قلتلكوا قبل كده موضوع الاعتذار ده كان هيحل مشكلات كتير جدا، والله ما كنا هنوصل لكل ده. لو نادي الزمالك يوم الوقع بعدها بلحظات او بساعة على الاقل نزل بيان رسمي يعتذر فيه لدولة الامارات ووزارة الداخلية والتلات افراد بتوع الامن، واعلن توقيع عقوبات على الثلاث لعيبة او الاثنين لعيبة ومدير الكورة وترحيلهم للقاهرة، ما كناش وصلنا للنقطة اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي. يضيع العلم اما بين متكبر او جاهل. لو كنت اعتذرت من يومها ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له. لو كنت اعتذرت في البيان بتاع امبارح ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له. النهارده الكابتن حسين لبيب ونادي الزمالك، ان تاتي متاخرا خير دائما من الا تاتي ابدا. نادي الزمالك نزل بيان، هقول لكم البيان بحذافيره. يؤكد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الاداره على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وجميع أجهزتها،
كما يؤكد. فاكرين امبارح البيان كان فيه ثلاثة، اتنين يؤكدوا ونؤكدوا، كان فيه ثلاثة يؤكدوا ونؤكد. ويؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واحترامه لجميع قراراته وأحكامه، ويؤكد ثقته التامة به. خلي بالك بقى من اللي جاي، ده اللي ما حصلش امبارح، ده اللي لو كان حصل امبارح كان هيفرق كتير النهاردة في مسار القضية. كما يعرب مجلس الإدارة عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق، وأننا نكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام، لا سيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تدخر جهدا. خلي بالك من الكلام اللي جاي يا أحمد يا سالم، أحمد يا سالم يلي خربتها وقعدت على تلها، لم تدخر جهدا لتسهيل وتيسير عمل البعثة، وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية، وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات، ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة الدولة. يا أحمد يا سالم، فاكر يا أحمد يا سالم لما قلت ما يتعرض له نادي الزمالك من ضغوط وأجواء غير مناسبة؟ النهاردة مجلس إدارة الزمالك بيقول إنك كذاب لتاني مرة. يا أحمد يا سالم، قلت لكم إيه من يومين تلاتة أو امبارح؟ أحمد سالم بعد ما يرجعوا مصر أول واحد هياخد استمارة ستة. ليه؟ لأن البوست اللي نزله وقال لك يا كابتن حسين لبيب وحسام المندوق قاعدين بيتفقوا بيدرسوا الانسحاب نظرا لما تعرضت له البعثة من ضغوط وأجواء غير مناسبة، النهاردة نادي الزمالك بيكذبك في بيان رسمي. ده مش بس كده، تعال للفقرة الأخيرة. ويؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقا من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا واحتراما لتعهداتها، يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر احتراما وتقديرا للجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصميما منهم على إنجاح هذه النسخة من البطولة تحت رعاية مجلس أبو ظبي الرياضي. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة، والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي ذات السياق خلي بالك، ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك، ينفي رئيسا وأعضاء أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي تصريح نسب لرئيس مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره. يعني يا أحمد يا سالم، لما أنت نزلت البوست بتاع حسين لبيب يدرس الانسحاب كنت لا تمثل إلا نفسك ولا تمثل إلا نادي الزمالك، وان انت كلامك ده كله لا يعبر الا عن وجهة نظرك فقط. نادي الزمالك في النهاية قال لك يؤكد المرة السادسة مجلس إدارة الزمالك انه لن يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات الصارمة من الناحية القانونية والادارية والتأديبية الكفيلة
لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة. قصدك على اللعيبة؟ وقصدك على أحمد سالم؟ ولا قصدك على الناس اللي روجت للبوست بتاع أحمد سالم المتحدث الرسمي اللي طلع إن هو لا يمثل إلا نفسه؟ يامو نيازي، صح نيازي وقولي له أحمد سالم لا يمثل إلا نفسه، ده وفقا لبيان نادي الزمالك. تعال نروح للكابتن أحمد سليمان جنرال نادي الزمالك، واللي النهاردة كان فيه تسريب لمجموعة من الصور، صورتين للكابتن أحمد سليمان في أحد الأماكن، قيل إن هي أحد الملاهي الليلية في الإمارات. طلعنا نفينا الكلام ده على قناتنا التانية، وقلنا يا جماعة الموضوع ده قديم. وعايز أقول لكم إن كابتن أحمد سليمان بيمر بظروف صحية صعبة خلال الساعات الماضية. كابتن أحمد سليمان في أول رد فعل ليه على الصور المتداولة قال طبعا الصور مش مفبركة، عشان برضو يبقى واضحين. الراجل قال لك للتوضيح، الصورة المنتشرة من بعض اللجان الإلكترونية للكابتن أحمد سليمان في عيد ميلاد صديقة في مكان شهير في الساحل الشمالي من سنة، ولا نعلم سبب تداولها الآن، وما القصد من تسريبه للأسف. وصلنا لمرحلة سيئة في الكذب والتشويه ولجان إلكترونية مدفوعة الأجر. ده كلام الأستاذ أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة في نادي الزمالك، ردا وتعقيبا على الصور المتداولة للراجل وهو ماسك كاس. وبالمناسبة ما نقدرش نقول الكاس ده فيه خمرة ولا فيه سبرايت ولا فيه أي نوع من أنواع المياه الغازية، ما نقدرش، لأن الصورة مش واضحة أصلا، الصورة مش واضحة، لكن الصورة قديمة، وقلت لك في القناة التانية الصورة قديمة، وما نعرفش هل هي مفبركة ولا لا. الراجل اعترف أنها صوره، ولكن في عيد صديقة من أحد الأصدقاء لأحمد سليمان. عايز أسأل سؤال مهم جدا، هو الأخ شيكابالا كابتن نادي الزمالك فين؟ متواري ليه؟ مختفي ليه يا شيكا؟ كابتن شيكا ما كان بيصدق أي حاجة عشان ياخد اللقطة، ولا أنت عشان عارف إنك لو حاولت تاخد اللقطة في الموضوع ده هتخش مع الزباين؟ كابتن شيكابالا واخد جنب، لا نزل بوست يدعم أصحابه، ولا نزل صورة على الإنستا يدعم أصحابه، ولا عمل أي لقطة خالص مالص. ليه كده يا شيكابالا؟ ما اعرفش. هل شيكابالا عارف وحد حذره قال له هتنزل حاجه تدين نفسك وتتجف الليله؟ وارد، وارد، كل شيء في الحب واضح، كل شيء يا حبيبي واضح. فاكرين يا جماعه الناس اللي بتتكلم على شماته الاهلي وجمهور الاهلي في لعيبه نادي الزمالك؟ طبعا اللهم لا شماته، لكن ما تجيش تجيب العيب اللي فيك تجيبه فيا. فاكرين محمد مجدي قفشه؟ قفشه اللي عمل حركه احتفاليه ووجهها لوالده، اهو ده قفشه. ده مين؟ ده قفشه، ايسولو عنتر قفشك يا فاتوس اتوتا روما، ده قفشه اللي بينام روما من المغرب. قفشه يعني راجل طيب جدا وعلى سجيته وعلى فطرته، ما يعرفش اصلا مين هتلر وما يعرفش اصلا الحركه دي بتاعت مين. لكن جمهور نادي الزمالك اللي استدعى ووجه رساله للفيفا، ووجه رساله لافيخاي ادروعي، ووجه رساله لاسرائيل تتحدث بالعربيه واسرائيل تتكلم بالعربيه، الزملكاويه النهارده بيكلمونا عن الشماته وإن الدين ينهى عن الشماتة. أمال اللي أنت عملته في موضوع قفشة كان إيه؟ ده أنت يا ريتك شمت، ده أنت كنت عايز تبطل الراجل كرة خالص. اللي حصل في موضوع الشيبي وحسين الشحات، ما تيجي أسمعك كده، تعال تعال حمادة، ده يا أخوالنا، ده كنتوا بتعملوا إيه ساعتها؟ كنتوا بتعملوا كنافة؟
هو الشيبي ده ما كانش له مشكلة مع لاعب الأهلي، وفي نوع من أنواع المكايدة وال ونكاية في حسين الشحات قعدت تقول له راجل يا شيبي راجل يا شيبي راجل يا شيبي. هو أنتوا ما تفتكروش الدين أو الشماتة إلا لما يكون ضدكوا، لكن لما يكون ضد النادي الأهلي أو ضد لاعب من النادي الأهلي بيبقى ساعتها الشنطة فيها كتاب دين ولا ما فيهاش كتاب الدين. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل أراكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.